لا يوجد أي حل في العراق نهائيا. يجب على الحكومة المركزية برئاسة كاظمي يحل موضوع المشاكل اللي بينه وبين الإقليم. ما حصل في جلسة البرلمان يوم أمس باعتراض الجانب الكردي بموضوع صرف الرواتب، هذا ما أجج الشارع بأكمله جنوبا وشمالا. كل قرار يتخذ بدون الكرد سيكون فاشلا، لأنهم جزء مهم من الشعب العراقي ويجب أن لا تتخذ القرارات بدونهم. وإرسال مخصصات رواتب موظفي الأقليم هو حق للشعب الكردي ولا يجب منعه. تدري كل موظف يعني برغبة عائلة واللي قاعد بإيجار واللي قاعد بعد، على الحكومة العراقية أن تتفق على رأي واحد، يعني الأحزاب بيناتهم بين الإقليم كردستان والحكومة الاتحادية أنه يجتمعون على قرار واحد واتخاذ قرار ثابت.